بن خموش العامري. هكذا كانت حكايتي وروايتي هذا الشوط لتكون نظرة هي صاحبة النظرة القوية مع التوقيت الأفضل ومع حمد بن نافع بالشدي المنصوري. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقة أخرى من انطلاقات التحدي من انطلاقات الإثارة من انطلاقات هذا الصباح الجميل وشوطنا السادس في مجموعة أشواط هذا الصباح المميز في ثالث أيام هذا المهرجان السنوي الكبير المنطلق على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، الميدان هنا أيضا الأكتروني الذي انطلقت فيه هذه النوعيات المتميزة والمهجنات الأصائل. البكار اللقاية هي المنطلقة على صدارة سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز قيمة نقدية للعشرة البقية الفائزين. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط على الصدارة وعلى المقدمة، وشعار أيضا يتواجد في هذه الانطلاقة المتميزة على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا المنطلقة براقة عمير بن عبيد بن عمير لقتبي بن تاتي على الصدارة وعلى المركز الأول، سيطرة في المركز الثاني لسعود بن صالح بن حمد بن قمر المري من تاتينا على ثاني المراكز، والفاتنة في المركز الثالث راشد بن سعيد بن حبوة الحميري، وعلى المركز الرابع وصلت الشاهينية لسهيل بن محمد بن حطم العامري. ومن الجانب الآخر حدث عبد الله بن علي بن جهيم المري من تنطلق إلى المركز الثالث من الخامس إلى الرابع إلى الثالث بهذه الانطلاقة. أما مركزنا السادس تأتينا درة الخليج لسعيد بن حمد بن علي بن راية المري، وعلى المركز السابع سابع المراكز تأتينا الظبي مسفر بن علي بن سفران المري مع الظبي في هذه الانطلاقة المتميزة. المركز الثامن تأتي الوطن ناصر بن شامس بن معتوق العامري، هنا من تنطلق معه ينطلق مع الوطن في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هملولة من الجانب الآخر تأتينا تاسعا لسعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز العاشر تأتي بطاشة سلمان بن صالح بن حمد العتيبي، من ينطلق ببطاشة في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. ها هي نتائجنا للمراكز العشرة الأولى، انطلقنا معها بهذا الأداء، انطلقنا بالتحدي وبالإثارة. مشاهدينا الكرام نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى براغة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لعمير بن عبيد بن عمير الكتبي، هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة القادمة هناك من ميدان اللبسة هنا لتشارك على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق هو التحدي. الشاهينية على المركز الثاني لسهيل بن محمد بن حطم العامري من تأتينا على ثاني المراكز. المركز الثالث في حدث عبد الله بن علي بن جهيم المري من ينطلق مع حدث على المركز الثالث. رابع مراكزنا هنا سيطرة لسعود بن صالح بن حمد القمراء المري من ينطلق على المركز الرابع. وخامس مراكز تأتينا الفاتنة راشد بن سعيد بن حبوة الحميري وهملولة، هنا من تنطلق في هذا الأداء المميز والانطلاق الجميل لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، هنا المنطلق بهذا الأداء المميز والانطلاق الجميل والتحدي. عون القادمة في هذه اللحظات عون العلي بن راشد بن حمد بن غدير نكتبي قائد العمليات في الفرقة 11 يتواجد في هذا الانطلاق على ثامن المراكز وفي المركز التاسع.
المركز التاسع المنطلقة هنا بطاشة ثمان بن صالح بن حمد العتيبي، ومن الجانب الآخر هناك الوطن تأتينا لناصر بن شامس بن معتوق العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة، بعود إلى صدارة، بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول هنا. والشاهينية من غيرت على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط للسهيل بن محمد بن حطم العامري، من انطلقت على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول. حدث في المركز الثاني عبد الله بن علي بن جهيم المري، وفي المركز الثالث، المركز الثالث هملولة لسعيد بن قديم بن سلطان بن رشيد السويدي. وعود عود عون ولون إن شاء الله، عون ولون إن شاء الله، عود عون هنا تنطلق على المركز الثالث في هذه اللحظات. العلي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي في هذا الانطلاق المميز، وتتسلل من مركز إلى مركز، إلى صدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. أنت قائد العمليات في الفرقة 11 يتسلل مع عون على صدارة، على المقدمة، وعلى المركز الأول. المركز الثاني هملولة لسعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث تأتيها الشاهينية سالم بن محمد هنا، أيضا سالم محمد بن حطم، والوصول في هذه اللحظات من درة الخليج لسعيد بن حمد بن علي بن راية المري. ولكن هنا أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول والصدارة بين عون 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 على الصدارة، عون على المقدمة، عون على المركز الأول، والعون من الله. عون 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 تنطلق على الصدارة، على المقدمة، ومن الجانب الآخر هملولة، والتحدي بين عون وبين هملولة، عون وهملولة، هملولة وعون، عون وهملولة. الله الله التحدي، عون هملولة، عون هملولة، عون 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 هملولة، عون هملولة، عون هملولة. واللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام، عون هي صاحبة المركز الأول في اللحظات الأخيرة. تهانينا لعلي بن راشد بن حمد بن غدير نكتبي عون وشوسمه. نترككم مشاهدينا الكرام، المركز الثالث درة الخليج لسعيد بن حمد بن علي بن راية، المركز الرابع الشاهينية لسعيد بن حمد بالحطم العامري، المركز الخامس حدث من وصلت عبد الله بن علي بن جهيم المري. نتأكد هنا أيضا من الفوتو فنش، وهملولة هي صاحبة المركز الأول هنا. نعم، مع التحكيم الإلكتروني هملولة هي صاحبة الفوز والناموس لسعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من حصلت على المركز الأول. وأداء السلام لأهالي الجميرة، تهانينا وناموس على هذا الفوز الجميل، واللحظات الأخيرة في هذا الانطلاق والتحدي المميز. تهانينا وناموس، والتوقيت الزمني هنا ولحظة الوصول لهملولة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بسبع دقائق 38 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. عون في المركز الثاني وقدمت عرض، تشكر تشكر عليه، تشكر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتري وأيد العمليات في الفرقة 11 على هذا الأداء الجميل، وسجلت توقيت الزمن مقداره 7 دقائق 38 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث كانت درة الخليج على ثالث المراكز لسعيد بن حمد بن علي بن راية المري، من أتتنا على ثالث المراكز. مشاهدينا الكرام، قاطعة مسافة 5 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها هنا أيضا 7 دقائق 40 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان.